صباح الخير، صباح النور. كل شيء صباح الخير عندنا. هذا بعدنا الجوج. يلا جاني هذا الكارغو، والله العظيم ما تسالوني حلوف، ما عارفه شنو فيه. رجاني انا بسميتي ما عقلتش على راسي شنو خديت وامتى خديت ومنين خديت. جابوا لي دابا، حليت الباب قال لي صار باكني، قلت لي اه. دار لي اش دابا؟ شوفي في الارض. حط لي هذه في الارض. قلت لي واخا شكرا. مشيت هزيتها بهذا، دابا خاصني ندير لي كات باش نحل هذا العجب هذا. المهم غنحلوه هنا في الارض. غنحلوه انا وياكم في الارض. ما عرفتش شنو هذا الشيء بالضبط، والله ما عرفت شنو، قسما بالله. المهم انا نحط هذا الشيء، نجيب لي كات ونرجع. ليكات بسم الله. فاكتورة ولات لازم. هاد هنا هادو ديال التنظيم ديال المطبخ ديال الطاجرة. نسيتهم، هذا دابا جايين اكثر من اسبوع باش خديتهم. نسيتهم، مشاو لي من البال لانهم دابا ولاو كيتعطلوا، ما بقاوش كيجيبوا لي الحاجه في اليوم الثاني ولا اليوم الثالث. ما ولاو الناس ولا ضغط كبير على هذه المواقع ديال الشراء عبر الانترنت، ولا عليهم ضغط كبير. فنديرو هكا ولاتي، خصنا نديرو هكا ونلوحوهم. هادو ديال الفوطات ولا ديال المناديل ديال المطبخ ولا من غير المطبخ. فانا خديتها على قبل المناديل ديال المطبخ ديال الطاجير ديال الكوزينه، فاش نحط فيها الفوطات ديال الكوزينه بحال هكذا كيبان داكشي مرتب ومجموع، ماشي تبقى حاجه فوق حاجه فوق حاجه. لاتي انا عرفت شنو خديت، شعر من لصق ليا فيها الشعر، خصني ندير لاسبيراتور. قلت لكم كيجي داكشي زوين مرتب الشكل ديالو، فبغيت نديرو وي شد شي. هادي باينه مره اللي كتجمع هادشي ولا اللي خيطاته ولا اللي ما عرفتش شنو. خديت جوج منهم. شنو خديت هاد الاسبوع؟ خديت واحد البار، البارح خديت واحد القراعي ديال الزيت كيخدموا بالتكنولوجي. التكنولوجي الله يخليكم. واحد القراعي شنو يقرع باللغه العربيه؟ الزجاجة. تليفوني لا زجاجة. باش كلشي يفهمني. قرعة ديال الزيت جوج كيخدمو بالتكنولوجي. واحد الحاجة اللي ما تفهمتش لي انا براسي، ما تفهمتش لي انا، اللي غيوصلوني غنوريهم ليكم. شفت الفيديو ديالهم، شي حاجة اللي ما عاد شي حاجة كيوركو عليها، ما فهمتش داكشي. هي ديال الزاج ولا الجاج، لكن ما مفهوماش. خديتها على قبل باش نجرب. عزيز عليا انا داكشي اللي صعيب وداكشي اللي فشكال، داكشي اللي مختلف عزيز عليا. خديت الوحده ب50 ليره، خديت جوجات. انا غنكتب لكم، ما نكتبش الثمن دابا هنا حتى يجيو وتشوفوهم وداكشي. فاليوم شنو غنديروا يا بنات يا بنات يا بنات؟ كوزينه ما غندخلوش ليها اليوم، ما كاينش كوزينه اليوم. نعم مضاربين على التلفازة، لا انا غنشعل هادي لا انا غنشعل هادي، ما عليناش. سيروا نتوما اليوم ما كاينش كوزينه،
انا كنصور لكم في الكوزينه لكن غنخرجوا دابا من الكوزينه. ما كاينش لا طياب ولا مطبخ ولا وصفات ولا حتى شي حاجه اليوم. اليوم انا كونجي، واش انا غنبقى نطيب؟ واش انا ما غنتهلاش في راسي؟ قولي لي واش انا ما نتهلاش في راسي؟ نصيحتي اي وحده فيكم ما تبقايش حاضيه غير الكوزينه والماكله والكرش والولاد وتوكلي فيهم وتعلفي فيهم وتقولي غت خليني ساكته. علاش حنا ما نتهلاوش في راسنا؟ علاش ما نهتموش بالبشره ديالنا؟ شوف انا راه الكاميرا ما كتبينش كلشي، جاب الله هذا الموسطاش هذا بعدا كل ماشي اسبوع ويلي كل 10 ايام 15 يوم كنت كنمشي للكوافير اللي حدا الدار 5 ليره كندخل غير كنجلس كيديروا ليا ها بلاصي وكنوض. ودابا صدقت وحله وحله وش من وحله راه غيبدا يبان. خوتي خليني بعيده على الكاميرا. قلت لكم ما نبقاوش مقابلين غير كوزينه غير الكوزينه يعني المطبخ، الكوزينه هي المطبخ. لان عندي اجانب بزاف متبعيني عرب يعني. ما نبقاوش غير الكوزينه الكوزينه الكوزينه، الطبخ طبخ طبخ، وصفات وصفات. الواحد كيجي واحد النهار كيقول وصافي غنبقى نطيب انا 7 ايام في الاسبوع؟ لا ما يمكنش. اليوم قلت لهم ما غاداش نطيب، عيط لي راجلي قال لي اش كاين اليوم؟ قلت لي ما كاين والو. قال لي كيفاش اليوم ما طيبش؟ قلت لي ما كاين والو. وتقول اللي كاينه غنجبدها نسخنها، بقى عندي شويه ديال الروز ديال البارح، بقى عندي داكشي اللي طيبت معاه البارح الفاصوليا هذا، نجبد البوراك من الفريغو، نجبد الخبز من الفريغو، الحمد لله الخير والبركه، عندي الكيكات اللي صيفت البارح وبركه وبزاف عليا انا هادشي بزاف. المهم غندير واحد الوصفه ديال واحد يا شي وصفه شي وصفه. المهم داكشي اللي غندير انتم غتشوفوا معايا، غندير هاد النقط السوداء هادو كيبانوا لكم ني ني نقط السوداء كنظن واش كيبان. المهم النقط السوداء كيكونوا اكثريه في هاد المنطقه هادي، ما نعاودش لكم هنا، وكيكونوا هنا وكيكونوا شي شويه هنا النقط السوداء. غادا نجبدهم، عرفتوا باش هذاك البياض ديال البيض اللي كانت مخليه اللي درت به البرك اللي الصفر ديالو دهنت به البراك والبيض ديالو خليته في الثلاجه، فهو اللي غنستغلو دابا. واخا ما غنقدرش نديرو كامل غنستغلو دابا، وغندير به واحد الماسك اللي كنحيد به النقط السوداء من الجدر من الجدر. هانتوما معايا غنديرو دابا هاد الماسك، غنقول بسم الله. شنو اللي كنحتاج؟ البياض البيض وكاغط فرشاة اللي كانت، هو هذاك ما كانش ماشي مشكل، ديروا بيديكم. اول حاجه داك غنقطر. بسم الله شي حاجه اللي كتعيف ولا اللي مقرفه جدا جدا جدا، لكن على قبل جمالنا. بسم الله. عرفتوا هذا الماسك هذا؟ شي حاجه اللي رهيبه اللي كتخرج لك النقط السوداء من الجدر ديالها. صافي دابا كنخليه، دابا الا خرجت من العمليه ما تضحكونيش.
كنخليوه حتى كينشف مزيان مزيان، عاد باش نرجع لكم ونحيدو هادشي مع العياط. صافي راه كرملي هادشي عبتي كيولا نعاوتيكم بحال الحجر. اول حاجه غنبداو بها هي نحيدو هذا هاد المنطقه هذه. يا سلام هي هادشي كيخلع، ما عرفتش واش غادي يبانوا لكم في الكاميرا ولا لا، ما غاديش يبان النقط السوداء عفتو. او لا لا او لا لا بلاتي حيدو دابا هنا هادو، وهذا اللي خالعيني بزاف. غمضوا عينيكم، والله الا كيجبدهم من الجدر كحليل. احسن ماسك لازاله النقط السوداء، ما عرفتش واش غيبان وما غيبانش، ما غاديش يبان النقط السوداء. هو هذا شفتوا كيفاش ولا كي يولي كارم. ايه هادشي خارج مني فيه. يا سلام هيدو هنا انا عارفه شي حاجه اللي كارثيه. اوه اكثرية هنا 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 واحد شويه. يا سلام كديروا لهم هكا بحال الشعيرات كيجيكم. او كنحس بوجهي كيبري خاصني نغسلو. شوف فكيما قلت لكم ماشي نبقاو غير في المطبخ ولا في الكوزينه طيب 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 طيب. الطياب راه ما كيساليش، اشغال البيت ما كتساليش. خليت اليوم كل شيء، الدار ما جمعتهاش، ما غنديرش لاسبيراتور درتها البارح، ما غندير حتى شي حاجه. غنقوم الواجب ديالي نصلي صلاتي ان شاء الله صافي، وغادي نجلس بحالي ما غندير حتى شي حاجه حتى يجينا الجوع ونوض نسخن ديك الشيء. المهم عساني شويه بالبشره ديالي. دابا حاليا بغيت ندير غندير شي ماسك، ندير من هنا ولا ندير طبيعي والله ما عرفت. انا هكا ديما نخلط شي طبيعي شي. المهم هادو ديال عاوني سكريات طبيعيين. غندير هذا ديال الارقام، سيروم ديال الارقام، من بعد ندير شي ماسك، من بعد ما ندير شي ماسك. المهم مبغاش نطول عليكم في الفيديو، نقول لكم تهلاو شويه في البشره ديالكم، تهلاو شويه في في في, في نفسكم، ما تبقاوش نعم نضحيو على قبل ولادنا ازواجنا على قبل بيوتنا، لكن ماشي على حساب شخصنا نفسنا ماشي دائما. مره مره تهلاي في نفسك، تهلاي في البشره ديالك، اعطي الوقت لنفسك، خصصي وقت لنفسك انت كامراه ماشي ك طباخه طباخه ولا شي حاجه بحال هكذا. فكنتمنى تاخذوا النصيحه ديالي وتنوضوا كاملين وديروا النفس وديروا شي ماسك. ها هو جاوبي ثاني، شوف كي كطل، شوف 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 مشى. وتنوضوا كاملين ديروا شي ماسكات، اللي كتعرف شي ماسك نوض طلي وجهها المطليه. وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.